فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل مسألة العذر بالجهل تعتبر مسألة نازلة من النوازل لا يتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار؟ العذر بالجهل هذه خلوها غطاء الآن، خلوها غطاء عذر لكل من وقع في الشرك ووقع في الكفر، يقولون هذا جاهل، مع أن القرآن يصدح الليل والنهار في آذانهم ويسمعونه. ما متى الجهل؟ إلى متى الجهل؟ نعم.